بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل بقى على الجزء اللي احنا اشتغلناه قبل كده بتاع الايه؟ بتاع البي 5. اتكلمنا على التست بورد وبعد كده اتكلمنا على السكريب بورد. النهارده هنتكلم على البي سي بي. طبعا دي ايه؟ بي 5 بي 5 اللي هي المانيفاكتشرر اوف 3 بوردز اللي هي عمليه تصنيع الايه؟ الثلاث بورد. اول بورد احنا اتكلمنا عنها كانت التست، ثاني بورد كانت الايه؟ السكريب. النهارده هنتكلم على البي سي بي. اختصار لايه؟ برينتد سيركت بورد. برينتد سيركت ايه؟ بورد. الدايره المطبوعه. والبرينتد سيركت بورد ديت اكتر دايره عمليه بالريليابل اللي بتلاقيها في اي ايه بقى؟ بتلاقيها في اي جهاز، في راديو، ريسيفر، تلفزيون، موبايل، اي جهاز دايما بتبقى الدايره ايه؟ بي سي بي، برينتد سيركت بورد. شكلها عامل ازاي؟ اهي ده شكل من الدوائر الايه المطبوعه، عباره من تحت عباره عن ايه؟ عباره عن تراكس متوصله. خلي بالك دي المكونات منين؟ من فوق، من تحت اهي بقى تراكات اهي. خلاص دي ايه التراكات من تحت اللي بتوصل لي البورده او بتوصل لي ما بين الايه المكونات. طبعا التركات دي انا بعملها ازاي هنعرف بعدين من خلال برنامج. البرنامج ده بقدر بصمم بيه اللاي اوت بتاع الدايره واقدر اصمم بيه ايه التركات دي. طيب شكلها عامل ازاي بقى؟ هي كعادي كبورده عاديه اهي. طبعا دي بتبقى مغلفه، لو فتحتها هتبوظ، لو فتحتها وتعرضت للضوء هتبوظ. دايما دي بفتحها فين؟ بفتحها في اوضه معتمه، هتشوفها في المعمل بعد كده، في غرفه ايه؟ في غرفه معتمه عشان الماده الفيلميه اللي عليها، عليها ماده فيلميه، عليها ماده فيلميه. خلاص الماده الفيلميه ديت لو شلتها هيحصل ايه؟ البورده هتتحرق. عايز ارسم الايه؟ شكلها عامل ازاي؟ تبقى من جوه عباره عن ايه؟ تراكس. طبعا انت في الامتحان هتلون الايه؟ التراكات دي بالاسود. ماشي؟ طب ايه اللي انا برسمه ده؟ اللي انا برسمه ده تراكس افتراضيه، انا بشرح لك بس بعرفك ايه اللي موجود يعني. طبعا ده هتلونه بالايه؟ مثلا يعني. خلاص؟ طب دي مصنوعة من ايه بقى؟ It's made of fiber and tracks. Tracks of a اوف كفر. مصنوعه من ايه؟ من الفبر وتراكس اوف كفر، تراكات من الايه؟ من النحاس. طيب التراكات دي انا بوصل لها ازاي؟ التراكات دي بوصل لها عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بعرض اللي اوت اللي بحطه تحت جهاز اسمه الالترا فايلوت. ده بيطلع اشعه، الاشعه دي بتعمل لي ايه؟ بالمكان المعتم بيظل ايه؟ معتم، والمكان الشفاف ايه؟ بتشيله. طيب عايز اقول خطوات بقى التصنيع، خطوات التصنيع بقى steps of building a PCB board. خطوات التصنيع بقى، خلي بالك بقى ركز معايا. اول حاجه استخدم سوفت وير مناسب لتصنيع الدايره. خلاص
عشان اعمل السيركت دايجرام رقم واحد using a software board build a circuit diagram. خلاص استخدم سوفت وير ان انا اعمل ايه السيركت دايجرام. بعد ما اعمل سيركت دايجرام اطلع من السيركت دايجرام ديت ايه اللي اوت. البرنامج احنا هنستخدمه اسمه لايف واير. هنبقى نعمل عليه ايه فيديو شرح ازاي تعرف تطلع منه اللي اوت. تاني حاجه بنعمل ايه بقى ميكينج فروم ايه الي اوت. اللي اوت هي التراكات اللي تحت دي. طبعا البرنامج ده بيبقى ايه بيديك كذا اوبشنز، بيديك شكل التراكات من تحت وبيديك شكل المكونات من فوق وطريقه التوصيل ما بين المكونات وبعضها. يعني بيديك منظر من فوق ومنظر منين من تحت. بعد ما نعمل اللي اوت خلاص باخد اللي اوت ده وابدا اطبعه على الايه على البورده. باخد البورده ديت على الماده الحساسه واعمل ايه احط اخش على الجهاز بتاع الالترا فايلوت واحط عليها الايه اللي اوت وابدا استخدم اللي هو الجهاز بتاع الالترا فايلوت يقدر يعمل لي ايه يطبع لي الايه يطبع لي اللي اوت. بعد كده رقم 3 برينتنج زي اوت اون ايه زبون. طبعت اللي اوت على البورده ببدا اخش مرحله الايه الايتشنج. بدخل البورده بتاعتي في مرحله الايه الايتشنج. بشيل بقى بيديني جزء معتم وجزء ايه غير معتم. طبعا الجزء الاسود ما بيتشالش بيتني زي ما هو ده اللي بيبقى فيه التوصيل والجزء الغير معتم بي ايه بيتشال. رقم 4 نعمل ايه مرحله اسمها ايه الايتشنج عن طريق مواد ايه كيميائيه سواء كان بوتاس او ماده ثانيه ايه كيميائيه تقريبا هيدروكلوريد اللي ايه الحديد تقريبا يعني. طيب بعد ما اعمل اتشنج ببدا بعد كده اعمل الدريلنج اخرم الايه النقط. رقم 5 بعمل ايه بعد ما اعمل الدريلنج اعمل ايه اوصل الايه المكونات. يبقى رقم 6 كونكت the components on the board. بعد ما بوصل المكونات اعمل ايه بقى رقم 7 تيست اعمل اختبار للايه تيست ذا بورد. ده باختصار ايه البي سي بي. يعني ممكن نشيل العنوان ده بقى كده انت ستريت تمام. كده في حاجه مش واضحه؟ طب تمام ممكن توقف.